أهلا بكم من جديد. وصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد إلى العاصمة السعودية الرياض تمهيدا للنظر في حالتهما وإمكانية إجراء عملية فصلهما، ونقل التوأم إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال، بما أوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة أن التوأم ملتصق بأسفل الصدر والبطن والحوض. ينضم إلينا من الرياض الدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، رئيس الفريق الطبي. دكتور عبدالله مرحبا بك معي مجددا في نشرة الرابعة. أسألك حول الحالة الصحية للطفلين الليبيين وإمكانية إجراء فصل أو عملية فصل سيامي لهما وفقا لحالتهما. دكتور أهلا وسهلا بك أخ خالد وبمشاهدي العربية. أولا الحمد لله وصل التوأم السيامي أحمد ومحمد من ليبيا، وضعهم الصحي والله الحمد مستقر، المؤشرات الحيوية مستقرة والله الحمد. بدأت أولى الفحوصات الطبية، لا زال الوقت مبكرا لاتخاذ إجراء عملية الفصل، ولكن المؤشرات الأولية تبشر أن ربما إمكانية الفصل قد تكون إن شاء الله واردة، ولكن نحتاج ربما أيام من الفحوصات سواء كانت التشخيصية أو المخبرية للتأكد من التداخلات والاشتراكات بين التوأم لضمان نجاح العملية وأن تتكلل بإذن الله بالنجاح. هذه الحالة تتشابه مع حالات فصل تم إجراء عملية لهما خلال فترات سابقة دكتور عبد الله؟ نعم، هنالك حالة واحدة مشابهة لهم في السابق. الحالة هذه معقدة لوجود اشتراك كبير في الجهاز الهضمي السفلي، اشتراك كبير في الجهاز البولي، اشتراك في الجهاز التناسلي السفلي، وكذلك الجهاز التناسلي الخارجي مشترك. تحتاج إلى دقة في التشخيص وكذلك تكوين فريق طبي متعدد التخصصات، لأن العملية سوف تكون طويلة ودقيقة، ولكن متفائلين دائما بقدرة زملائي أعضاء الفريق الطبي وكذلك بالإمكانات التي هيئتها المملكة لهذا البرنامج الذي أصبح مرجعا دوليا ولله الحمد. شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله الربيعة من الرياض المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورئيس الفريق الطبي.